الرجل كيخاف من المرأة اللي ما فيهاش أنوتة. أنوتة على فكرة مش بس شكل، أنوتة ترى تصرف ومعاملة. ترفعي صوتك على الرجل أنت مش أنثى، خلاص راحت الأنوثة، باي باي. أنك تقوله أيوة أيوة وتهزي صبعك وتدير له هكا، وين الأنوثة؟ ما هو قصك يهضر مع راجل، أنك تجادليه في الهضرة، وين الأنوثة؟ أن يغوت ويسب في حالة عصبية وأنت تبقاي تعطيه كلمة بكلمة، وين الأنوثة؟ أكيد غيقولك شبيت أنا بصداع الراس دي، وخا تكون ملكة جمال الكون.